Femini. Wife, wife. يا هل ترى قرر يعترف بمحكمة الثورة ولا لسه؟ مثل ما قلت لكم أول شيء، حتى إذا رح تقطعوا لي رأسي مستحيل، ما بطلع عن طريقي وما برجع عن كلمتي لو شو ما صار. ذو الفقار، لا تفكرنا مثل محاكم الجمهورية التركية. باللغة اللي بدك إياها والطريقة اللي بدك إياها رح نسمح لك تدافع عن حالك. مرحبا. مرحبا، ما تواخذني، جيت بلا موعد. تفضل. شو بتحب تشرب؟ شاي. بنتي اعملي لنا كاستين شاي. بعرف انه زيارتي لألك فاجأتك. الحقيقة في تهديد جدي على حياتك. ما في يوم ما اجاني التهديد فيه، لأنه أفكاري عم تزعج الطرفين وأنا تعودت على هالشي. أنا موافق على جزء من أفكارك وبيدها، وجزء منها حقيقة بيزعجني، بس لأني بعرفك مستقل وما حدا وراك بعتبر إنه أفكارك غنى حتى لو كانت بتزعجني، وفخر حقيقي. بس في أشخاص كتير خطيرين بدهم يصفوك شو ما صار. يعني بدكم مني اسكت؟ لا بالعكس، نحن بدنا نزيل كل الأخطار يلي عم تهددك منشان تقدر تعبر عن أفكارك مدة أطول. إذا بتسمح لنا نحن رح نحميك هالفترة. شكرا كتير، بس هالشي بشكك باستقلاليتي. اللوبي الصهيوني عم يستنى فرصة ليقول اني عميل تركي. لو عرفوا حتى بهذا اللقاء بيني وبينك رح ينشروا مانشيت اني عميل تركي بشتغل معك. فيني افهم قلقك، بس يا ترى هالشي اهم من حياتك؟ طبعا اهميته باهمية حياتي، لانه في ناس بيصدقوني وبيبنوا فيه وما رح اسمح يفكروا انهم انخدعوا. شكرا كتير. الله معك. شكرا. شو ما وافق معلم؟ ما وافق، بس نحن رح نعمل شغلنا. عابد، بدي أعرف شو عنده شغل ووين بيروح ومع مين بيلتقي وكيف ووين خلال الـ 24 ساعة. ماشي معلم، تأمر. عبد الحي، ما بدي إياك تشيل عينك عن الزلمة ولا دقيقة، بس كمان ما لازم نظهر حالنا قد ما فينا. أكيد شارون رح يقرب من هذا الزلمة. تعرف كم شخص مسلح في جوا؟ مخابراتنا قوية أنت بتعرف، بس مو كل هالقد. بس بعد شوي منعرف. ما في لزوم، أنا رح حل القصة. ما بيصير كارا، رح نفوت سوا. ليك، لما بتسمع طلقتين ورا بعضهم تجي أنت. ماشي ماشي. لا تشيلوا عيونكم عنه. حاضر.
ضو. شوفي اذا بدكم تقوصوا اوصوا. يلا يلا بقى اوصوا. ولك اوصوا يلا. شو قاعدين عم تستنوا؟ عم بستناكم تقوصوا. شو ناطرين انتوا؟ ها ليش واقف هيك؟ يلا عوز. ابني بوجودي ما حدا بيحسن يقوس براسك. ما بتخجلوا توقعوا أسرى بإيد الأمريكيين؟ ها؟ لك ما قدرتوا تقوصوا رصاصة بكل واحد منكم؟ ها؟ قوم قوم. آغا أنا ما قدرت. شو يعني ما قدرت؟ فهمني. آغا في شرطة وفي رجال مراد على مدار عم يحموهم. ما عنده أي ثغرة هالمراد على مدار؟ بلا معلم في عنده ثغرة. الأربعة جاهزة. أربعة دخول باثنين. اثنين جاهزة. لما هربت عيلة أجدادي من ظلم الكاثوليك قبل 500 سنة ما لقينا أي محل نروح عليه، ولما ما بقينا أي أمل العثمانيين قدمونا محل نعيش فيه. عطونا حق الحياة نمارس حياتنا الخاصة ونحافظ على طقوسنا الدينية. صارت أحيانا مشاكل طبعا إذا كانت في مرحلة العثمانية أو بمرحلة الجمهورية، بس هالشي بأي وقت كان منهج ومبرمج ضمن ظروفه. لو في بهاي الأرض اللي اسمها تركيا عداء الإسلامية مثل ما بيحبوا يدعوا البعض، ما كنت قدر تقول هالحكي قدامكم على الشاشة، ولا كنت بقدر أعيش أنا وأهلي على هاي الأرض بصفتي صاحب ثروة وصاحب مكانة اجتماعية. بيقولوا علاقتك منيحة بالدولة التركية لهيك عم تحكي بهالإيجابية. قول شغلة واحدة لهدول الناس، لو ينتقدوا هنن الدولة الإسرائيلية وممارساتها 10% من نقدي اللي أنا عم مارسه للدولة التركية، أنا مستعد أقبل أكثر من هاي الاتهامات. كل مشكلتي هي مشكلة حقوق الإنسان. لو احترمت الدولة الإسرائيلية حقوق الإنسان الفلسطيني وعاشوا بدون ظلم. التحضيرات خالصة. نعم سيدي. دعموها حتى العرب، بس في بالنص عنصرية واضحة. انتبهوا كتير مني. ما بدي أي مشكلة جديدة. اللي عم تمارسه إسرائيل حاليا بخلينا نقول بنيامين خزر ما لازم يشوف يوم بكرة. صحن يوقفوا السياسة فورا يبلش السياسة تانية تعتمد عبد الحي ايه؟ مصدر من مصادر قوانينه. رقمين هو تشبك قال لي هلأ أنت بتشتغل هون؟ طبعا أنا مساعد مصور. معناتها علق بطاقتك. شو هذا الجهاز؟ عدسات إضافية مشان الكاميرا. شو يعني هاد؟ لا تعمل حركات برا الطريق. خود روح على شغلك. يلا أي معلم كل شي تمام. شكرا كتير لك استاذ. وأنا مشكركم. تشرفنا بمشاركتك ببرنامجنا. عابد عبد الحي خلونا نروح. انتو شو مفكرين حالكم عم تعملوا؟ انا قلت لكم بشكل واضح لا بدي رجالكم ولا حمايتكم. سيد بنيامين نحن مضطرين نتحمل بعضنا بهالفترة القصيرة. وانت بأي حق عم تجبرني؟ انا عم قوم بواجبي
عجبك هذا الشيء ولا ما عجبك؟ وأكيد ما رح اسمح أنك تنقتل بهاي البلد. عليك العافية، حظك أكبر من جوزيف، المسكين ما قدر ينفد منا مثلك. شارون، كمان أنت كنت مع المرحوم جوزيف، أنت نفدت بدون حتى ما تنجرح. أصلاً المحظوظ أنت مو أنا، هذا الرب دائماً هو بيكون معي. بس أنت عم تغلط غلطة جوزيف نفسها، استخف بمراد علمدار وقابله بكل نظافة قلب. هو عم بيحاول جهده يمحيكن عن الأرض وانتو راكدين مشان تسمعوا كذبه. أنا عطيت لمراد فرصة بس ما استغلها. من هلأ ورايح ما عاد رح أعطي فرصة لحدا. تعال شوف شلونك جدو. مليح جدو، شو وين هديتي؟ لا تستعجل يا ابني، راح اعطيك هديتك لما بيجوا الضيوف. شكرا جدو. معلم، في شغله لازم اقول لك اياها من فتره بس ما صح لي، ما صارت فرصه اقدر خبرك. ميماتي، اذا مو منيحه لا تخبرني هلا. مو كل هالقد مو منيحه معلم، بس سلوى قتلته لكنان. شو؟ شو عم تقول ميماتي؟ لا تشغل بالك، أنا دفنته. شلون هيك صار؟ وكيف قتلته؟ معلم، القصة صارت بسببي. هالخسيس قليل الشرف حكى حكي بشع هون وهون، صار يقول حكي إنه في شي بيني وبين سلوى. شو يعني ما في شي؟ وإنت كمان؟ طبعاً ما في شي. ميماتي، أنت عم تقول ما في شي، بس سلوى في عندها شي لدرجة انه قتلت الزلمة. مو كل هالقد معلم، الزلمة حاول يغتصبها بالقوة، البنت بالزور انقذت حالها. نسرين ونهاد رح ينهوا هالبنت ويدمروها على الاخر. لا تسمح لهم بهالشي. شو عملتوا عبد الحي؟ معلم، نحن قدام بيت الزلمة والداخلين على البيت.